بدات حركه طالبان هجوم الربيع السنوي وشنت هجمات على انحاء عده من البلاد اسفرت عن سقوط ما لا يقل عن عشره قتلى والحاق الضرر بعتاد في قاعده بغرام الامريكيه، وعاده ما يبدا هجوم الربيع في افغانستان مع ذوبان الثلوج التي تعرقل حركه تنقل المقاتلين وتنتهي مع فصل الخريف، وتتمثل في تكثيف هجمات المقاتلين الاسلاميين على حكومه كابول وقوات حلف شمال الاطلسي الذي يساندها، وتمكنت مجموعة انتحارية من اقتحام وزارة العدل في مقر الحكومة المحلية في مدينة جلال آباد وتبادلت الرصاص مع قوات الامن لعدة ساعات قبل قتل افرادها